والله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخوان نأخذ اليوم المحاضرة السادسة بالديجيتال كنترول سيستم، واللي هي عنوانها تايم ريسبونس. أخوان شنو؟ أستاذ عبد الله قبل لا تأخذ المحاضرة ورخصتك. قبل لا تأخذ المحاضرة ورخصتك أني طيب وما أقدر أحضر المحاضرة فترخص. الله معك، عين الله ترعاك. الله يسلمك يعزكم ومنون منك. ألف ألف. أين يا أستاذ؟ تايم ريسبونس. شنو التايم ريسبونس أخوان؟ يعني معناته عندي الديناميك ريسبونس للمنظومة معنا، منظومة الكنترول ديجيتال كنترول، وأريد أعرف الريسبونس معنا الديناميك ريسبونس شلون أوجده. يعني عندي يعني معناته الأوتبوت مال هالبلوك دايجرام شلون أوجده. عندنا أخوان ثلاث طرق لإيجاد الديناميك ريسبونس. عندنا الطريقة الأولى هي طريقة اللونج ديفيجن، تقريبا هي نفس الآلية اللي اشتغلنا بها لإيجاد الزيت ترانسفورم، والطريقة الثانية هي الديفرنس إيكويشن، والطريقة الثالثة هي البارشل فراكشن أخوان، بس هي نفسها بس شنو بأسلوب لإيجاد التايم ريسبونس، يعني شلون نجد الديناميك ريسبونس للسيستم مالنا. وأنتم تعرفون التايم ريسبونس اللي هو متكون من جزئين، جزء نسميه ترانزيت والجزء الآخر نسميه ستيدي ستيت. ومن وجد التايم ريسبونس يعني نوجد انه نعرف مواصفات السيستم مالنا، يعني نشوف السيستم مالنا شنو الرايز تايم، شنو السطلنج تايم، شنو الاوفر شوت، شنو الستدي ستيت ايرور، شنو البيك تايم، الديلي تايم. هذا الاخوان المواصفات مال المنظومه مالنا مال السيستم مالنا نعرفهم بواسطه شنو هو الديناميك ريسبونس. اخوان ناخذ طريقه ونشرحها بالتفصيل. لو عندي هذا سامبل داتا سيستم، انتوا عرفتوا التعريف السامبل، شنو السامبل داتا سيستم؟ يوسف شامل، شنو السامبل داتا سيستم؟ اخذناه تعريفه بالمحاضره الاولى. اذا واحد قال لك سامبل داتا سيستم واكو واحد قال لك ديسكريت سيستم، شنو الفرق بيناتهم؟ قال لك ديجيتال هذا السيستم. اي محمد. نعم استاذ. نعم استاذ. يلا شنو السامبل داتا سيستم آية؟ طبعا هذا اخواني اللي يصير حسبه ويجاوب، ترى هذا نعطي درجه، يعني مو يعني شلون ادب المحاضره نفس الشيء استخدم نفس الاسلوب، يعني يصير مثلا اقول ايه وتجاوبني نعطي درجه، ما تجاوبني ما نعطيك درجه. يعني عمر موجود؟ اذا اخوان السامبل داتا سيستم اذا كان عندي سيستم يحتوي على سيجنال كونتينوس وسيجنال ديسكريت نسميه بالسامبل داتا سيستم. شوف ايش قد بسيط تعريفه، يعني عندي سامبل داتا سيستم، شوف الار اوف اس والاوتبوت السي اوف اس، هذا شيء تكون continuous. لاحظ هذه sampled، يعني تكون شنو discrete يعني عندي signal. إذا كان السيستم مالته digital control system مالته يحتوي على قسم من الإشارات continuous وقسم من الإشارات discrete نسميه بالsampled data system. عرفت أخوان؟ هسه أنا أريد أوجد dynamic response الهال system ماله هال sampled data system. يعني شنو dynamic response أخوان؟ أوجد C of Z للانبوت. طبعا اخوان احنا ناخذ الانبوت مالنا اما ستيب او ناخذ الانبوت مالنا رام او ناخذ الانبوت مالنا شنو اكسلريشن. هسه التحليل مالنا كله ناخذ الانبوت مالنا شنو هو ستيب، وبنفس الاخوان نفس العمليه تتكرر اذا كان عندنا رام اللي هو التي اللي هو الار اس يساوي 1 اوفر اس سكوير، اما بالتايم الار اوف تي يساوي التي، اما اذا كان شنو بالفريكونسي دومين يعني باللابلاس يساوي 1 اوفر اس سكوير، اما اذا كان بالديسكريت ايش راح يساوي لنا يا يوسف شامل ما تخلص يساوي لنا بالرام بالديسكريت يساوي لنا تي زد على زد ناقص 1 سكوير، لانك ما تقرا فما تقدر تجاوب. اذا اخوان انا اجد السي اوف زد تباعا شنو شنو للانبوت مالتي الهال سامبل داتا سيستم. اذا شلون اوجد السي اوف زد اخوان؟ اخذنا بالمحاضره السابقه اخذنا البلس ترانسفير فانكشن. من اخذنا اخوان البلس ترانسفير فانكشن، يعني شنو البلس ترانسفير فانكشن؟ اوجد شنو مسوي سيستم مالتي موديلنج، يعني اوجد علاقه الاوتبوت ويا الانبوت متان بالديسكريت، يعني اوجد سي اوف زد الار اوف زد. اذا السي اوف زد الار اوف زد شي يساوي لنا لحظه اخوان، اخذنا كم كيس؟ اخذنا 5 كيس. هذا اي كيس؟ هذا الكيس الاولى. لاحظوا شنو الكيس الاولى؟ دائما بين الفيدباك، هذا الفيدباك الراجع اللي هو الاتش هنا قيمته 1، وبين الجي اوف اس والاتش اوف اس ماكو سامبلر.
هذا الكيس الأولى أخذناها. إذن C of Z على R of Z شي يساوي يا يوسف شامل ما تخلص اليوم، يساوي إنه G of Z على الـ على الـ 1 plus GH of Z. يعني هذا الـ G ويا الـ H يصير شنو؟ يصير شنو؟ كومبوننت واحدة، يعني يصير شنو؟ يعني بلوك واحد. نعم صار شي يصير يصير بلوك واحد. ليش؟ لأن ماكو سامبلر بينات، لو اكو سامبلر بيناتهم كان يصير هذا واحد وهذا واحد. افرض هذا بالامتحان جاك هذا، هذا نفسه جاك بالامتحان وحطانا اي سامبلر، معناته هذا G of Z وهي شنو؟ الـ H of Z. واضح؟ هذا يصير G of Z وهذا شنو يصير؟ بما انه ماكو، يعني يختلف الترانسفير فانكشن اخوان، لاحظوا هذا يختلف اذا حطيت ان سامبلر، يعني هذا يصير G of Z وهذا يصير H of Z. بما انه ماكو سامبلر بين الـ بين الـ بين الـ هذا الـ بين الفورورد فيد فورورد والفيد والباكورد اللي هو هذا الراجع الفيدباك، ماكو هنا، فيصير C of Z على R of Z هذا الكيس 1 ساونا G of Z على 1 plus GH of Z، والH قيمته واحد، صار شنو؟ G of Z على 1 plus G of Z. هذا أخوان مراجعة سريعة للبسط ترانسفورميشن شلون نسوي موديلينج. أنا أجد شنو؟ التايم ريسبونس، أوجد C of Z، والإنبوت مالتي، الإنبوت مالتي أخوان ماخذ هنا شنو هو؟ ماخذ عبارة عن ستيب اللي هو Z على Z ناقص واحد. شلون نبدأ أخوان؟ أول ما أوجد شنو؟ ال G of Z. شلون أوجد ال G of Z؟ أقول أنا عند ال G of S شي يساوي ال G of S يساوي K على S S plus 4. لو كان عندي إيه هنا أخوان؟ لو كان عندكم هنا ال H of Z بلوك، المفروض شان واحد على S، شو واحد على S سكوير، شو يكون هنا السنسر أنت حاطه اللي هو بين الـ بين الأوتبوت وبين الأنبوت؟ ليش إنه بصير هذا ال G بالنسبة لهذا الشكل؟ ال G وال H يصيرون بلوك واحد، ووجد شنو؟ ووجد هذا الأوبن لوب الترانسفير فانكشن اللي هو شنو؟ يصير الجي اتش اوف اس ووجد الجي اوف زد لو. هسه احنا بس سؤال مالنا ان نوجد، يقول عندنا فقط الجي اوف اس يساوي لنا كي على اس اس بلس 4. شلون اقول اخوان باصر بارشل فراكشن او باصر ريسيديو، او اذا عندي شنو مباشره عندي سمبل فانكشن باصر شنو؟ التروت تيبل مع سمبل فانكشن اوجد شنو؟ الجي اوف اس. هسه باصر شنو؟ باصر البارشل فراكشن. اجي على المقام، المقام لحظه اخوان متكون من تو بول، اذا انا السيستم مالتي اقدر اقسمه الى تو سمبل فانكشن. يعني هذا 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 يعني لاحظوا هذا شو يصير عندي هنا؟ عندي كي هذا الماوس من ايد واحد تتحرك بصعوبه اذا واحد ايده يصير شويه يعني رطبه، خلينا نقول يعني بسبب البروده. هذا ال K على S S plus 4 لاحظ أخوان أقدر أجزها إلى 2 تيرم. التيرم الأول هو A على S، والتيرم الثاني هو شنو؟ B على S plus 4. عدد التيرم يساوي عدد البولز. البولز شنو البول أخوان؟ هي قيم S بالمقام اللي تجعل المقام صفر والفونكشن تكون infinity. هذا أنتم أخذينها بالcontrol بالcontinuous. هسا أخوان شلون أوجد A؟ ال A يساوي الليمت S في هذا المقدار اللي هو K على S S plus 4، او اعوض قيمة S جيت تكون قيمتها صفر. S تختصر ويا ال S من تاخذ الليمت، وقيمة S صفر، اذا تصير K على 4، كتبتها K على 4. ال B شو يساوي اخوان؟ ال B يساوي هذا S plus 4 في هذا الفانكشن اللي هي K على S S plus 4، ال S plus 4 ويا ال S plus 4، واعوض قيمة S يكون ناقص 4، شو يصير؟ K على minus 4 يصير minus K على 4. اوجدت قيمة ال A وقيمة ال B اخوان. هسه الـ K over 4 طلعتها مشترك اخوان، طلع عندي يعني او بعد ما طلعتها يعني خليتها K over 4 بهذا الفانكشن، اقول هذا شنو ستيب؟ ستيب هذا شنو بالفريكونسي؟ اذا بالديسكري شو يساوي لنا؟ زيت ترانسفورم يصير زيت على زيت ناقص واحد. حاجه الاخرى شنو هذه؟ اكسبوننشال. اكسبوننشال شنو دي كي؟ هذا جايه من شنو؟ اي تو بار ماينس 40 بالفريكونسي، يعني اللي اللابلاس مال جايه من اي تو بار ماينس 40 بالتايم، يصير لابلاس واحد على S plus 4. بالديسكريت يصير زيت على زيت minus E to power minus minus شنو T. واضح أخوان؟ هسا هذا وجدنا شنو؟ G of Z. هذا G of Z يعني انبسطهم، طلع ال K over 4، انطلع ال K over 4 مشترك، وأخذ شنو واحدة المقامات، أقول عندي هنا شنو؟ عندي المضاعف المشترك هو Z ناقص واحد، Z minus E exponential minus 40، تمام؟ اجي اضرب هذه في زد ناقص 1 زد ماينص اي تو بار ماينص 40 على زد ماينص 1، اذا اضرب الزد
في زيت زيت ماينس اعتبار 40 وبعدين هذا البسط يصير زيت في زيت ناقص واحد. هذا البسط أخوان لاحظ أخوان الزيت في الزيت يصير زيت تربيع وهنا ماينس زيت وهنا زيت في الزيت زيت تربيع تأخذ هذا زيت تربيع ماينس وهذا زيت تربيع بلس تروح يظل عندي شنو أخوان هذه هنا أكو زيت وهنا أكو زيت أطلع الزيت المشترك طلعته يظل عندي واحد ماينس إي تبار لأن هذا الواحد صار فين ماينس صار واحد صار واحد ماينس إي تبار ماينس 40 هذا نفس القوس وعندي هنا شنو كي على 4 موجود عندي وهذا الزيت المشترك المال هنا وهنا على المقام نفسه أخوان عندنا المقام إذا أخوان هذه شنو هو G of Z أو Z ثاني G of Z للمنظومة هذه هو شنو يكون يكون بهالصيغة هذه أوجدنا شنو G of Z نجي ناخذ أخوان أوجدنا شنو G of Z أنا عندي شنو أسا عندي K الجين مالتي مال السيستم مالتي اعتبرته أنا أخوان ليت K أنا أحنا افترضنا هو ينطيني بس سؤال لذارة دين لازم يحثبت للقيم المثالية ينطيها بالسؤال يقول ليت كي اكوال 1 وبين السامنك بريود ايش قد منطنيها 0.25 ايش قد السامنك تايم او السامنك بريود ايش قد منطنيها 0.25 عوضا عمل شنو احوله الى بدلات شنو يكون ارقام اوضل كي 1 يصير 1 على 4.25 و 1 ماينس اي تبار ماينس 4 بضربه 0.25 والمقام نفس الشيء واجزها اخوانا ابسطها خوش فش يصير لي يصير راح يصير لي ورا ما عوضت الكي يكول 1 والكي والتي يكول 0.25 والسالك بريود راح يطلع لي شنو البسط 0.158 زيت على المقام هو زيت ناقص 1 زيت ماينس اي تبار ماينس 4 تي الاي تبار ماينس 4 اخوان 50.25 في 4 شو يصير لنا اضربها واكسبوننشال اللي يصير اكسبوننشال ناقص 1 والاكسبوننشال يصير 1 على 2.75 يطلع لي 0.368 اذا اخوان هذا جي اوف زيت أنا البسط ترانسفر فانكشن إخواني افتهمناه من المحاضرة السابقة هو شنو حسب الكيس المنطنيها يعني حسب موقع السامنك بريود وشرحت لكم إياه بالبداية السهينة إن شي ساونا C of Z على R of Z ساونا G of Z على 1 plus G G G of Z ليش إخواني ساونا الشكل اللي عندي شنو أولا عندي شنو G H of Z بما أنه ال H ساوى 1 فإذا ما يأثر فيصير G of Z على G 1 plus G of Z ليش يعني إخوان لاحظوا هنا ماكو سامبلر ماكو سامبلر بين ال... بين الفيد فورورد وبين شنو الفيدباك ماكو سامبلر لو اكو سامبلر اختلف يعني يختلف اخذ غير كيس اما هنا ماكو سامبلر فصير كي على اس اس بلس شنو 4 وصير جي اوف زد على 1 بلس شنو جي اتش اوف زد بما ان الاتش واحد صار جي اوف زد على 1 بلس جي اوف زد هذا شنو البلس ترانسفر فانكشن اللي هو ترانسفر فانكشن بس شنو بالديسكريت نقول شنو بلس ترانسفر فانكشن هسه اخوان لاحظوا ال C of Z شي ساوي ال G of Z على 1 plus G of Z في ال R of Z لاحظ أخوان هذه ال G of Z على 1 plus G of Z اكتبها أبسط هذه اكتب ال G of Z هذا عندي أعوضه 1 plus G of Z هم أعوض هذه G of Z واختصرها وأضربها في ال R of Z تطلع لي هذا أخوان القيمة 0.158 Z على Z minus 0.61 squared هذا أخوان جاي شنو من هذا المقام اللي زد ناقص 0.615 سكوير جاي من هنا اخوان هذا بعد ما عوضت جي اوف زد على 1 بلس شنو جي اوف زد عوضها اخوان بسطوها راح تطلع لكم السي اوف زد انا بقسم من هذا خل اترك لكم على مود انت تمارسها بيدك تعمل يجيك سؤال بامتحان تقدر تحله وتوجد مواطن الخطا اللي انت تخطا بيها انا السي اوف زد اخوان راح اسوي لنا هذا المقدار اللي هو 0.158 زد على زد ماينس 0.6 1 سكوير R of Z هسا أخوان أنا هنا عتجي عندي أخذ شنو عندي شنو 3 كيس لإيجاد شنو dynamic response اللي هو C of Z هنا شكو عندي 3 كيس أما الطريقة الأولى باصة شنو هي long division أو Bohr series أو الطريقة الثانية طريقة difference equation أوجد بها أو الطريقة الأخيرة اللي هي طريقة شنو partial fraction وكل طريقة أخوان لها شنو خصائصها ولا شنو ميزاته وقلت شنو عندها ادفانتج لها هسه اخوان انا ورا ما وجدنا جي اوف زد اختار الطريقه بالامتحان تتحدد اقول لك مثلا يوز لونج ديفيجن او اقول لك يوز بارشل فراكشن او يوز ديفرنس ايكويشن لايجاد شنو هو لايجاد الدايناميك ريسبونس اللي هو السي اوف زد هسه اقول لك فور يونت ستيب انبوت اللي هو الار اوف زد يساوي زد على زد ناقص 1 زين السي اوف زد شي يساوي اخوان هذا احنا وجدناه من ال
من الـ من الـ من التحليل السابق يساوي 0.158 z - 0.61 square r of z. عوض ال r of z اخوان هنا، عوض ال r of z، ال r of z z على z ناقص واحد، z في z تصير z تربيع، و z ناقص واحد راح تنضرب هذا المقدار. هسه اخوان شلون احله؟ ابسط هذا اخوان، اضرب z ناقص واحد في هذا z ناقص 0.61 square، z ناقص 0.16 square شلون افتح اخوان؟ يصير مربع الاول شنو؟ z تربيع، ضعف الاول في الثاني، ايش قد ضعف الاول اخوان؟ 2z في 0.16، اطلع قيمتها وبعدين 0.16 سكوير واضربها شنو؟ بزيت ناقص واحد، شو صار؟ زيت في زيت تربيع، صار زيت تكعيب، هذا اخوان زيت تكعيب، والبقيه بسطها، هذا اخوان تبسيط مالته هو هذا اللي هو زيت تكعيب ماينس 2.21 زيت تربيع بلس 1.5 زيت ماينس 0.368، هذا جاي اخوان من المقام، هذا اخوان شنو جاي؟ جاي من المقام مال استاذ. نعم من هو؟ استاذ انا مريم. نعم مريم قاعده. ها هذا بس اول خطوه على المواد، انا قطع صوت ما اعمل تربيع. ها هذه مال هذا زيت ناقص 0.61 سكوير، افتحيها شلون تفتحين هذه؟ أصير مربع الحد الأول، ضعف الأول في الثاني، مربع الحد الثاني، وأضربها بعدين زد مربع الحد الأول زد تربيع، ضعف الأول في الثاني 2 زد في شقد؟ لا أستاذ البسط، أستاذ البسط يعني أشهر ربعت وبعدين مقامها ربعت. عوضت الـ R of زد، زد على زد ناقص واحد، ضربت يعني convolution. إيه أستاذ. أضرب R of زد، عوض زد على زد، زد ناقص واحد ترجع تنزل للمقام، والزد تصل بالبسط، وتصير زد في الزد تصير زد تربيع. واضح؟ واضح استاذ. اخواني عندي سؤال يعني حتى لو كان جدا سهل خلص اسالني، يعني بعدين هو سؤال سهل ويشكل عليك ما تقدر تحله، شيء يصير عندك سؤال سهل. هسه احنا قال شنو لونج ديفيجن اخوان، من عنوانه شنو انا قاعد استخدم القسمه الطويله، بما ان استخدم القسمه الطويله من عنوانه اخوان شو يصير شنو استخدم القسمه اللي هو شوفوا عند البسط أقسم على المقام 0.158 زد تربيع، هذا البسط معنا أقسمه على المقام، شو يطلع للناتج؟ هذا أخوان الناتج يطلع لنا شنو هو C of Z، هذا الناتج يطلع لنا شنو هو C of Z، لأن أقسم هذا على هذا شنو ينطيني؟ ينطيني C of Z، ينطيني شنو أخوان؟ بما أنه آلية القسمة هي قسمة طويلة سميناها Long Division، أو نسميها نفس الوقت أخوان نسميها Power Series، ليش؟ لأن الناتج على هيئة Series خوش بالباكورد، بالباكورد أخوان، شنو؟ أما نسميها بور سيريز ميثود أو نسميها لونج ديفيجن، أما من الآلية أو شنو الناتج الأوتبوت يكون على شكل سيريز، وهذا أخوان من مساواها شو تكون الحدود ما لا نهاية، ليش؟ لأن أنت إيش قد تقسم إيش قد راح توجد حدود أكثر، فنأخذ أخوان اللي هو 0.158 زد تربيع، هذا أخوان أقسمه على زد تكعيب، أنا أريد النتيجة تطلع 0.158 زد تربيع، يعني من نقسم هذا أخوان على قسمه على أول حد، دائما القسمه تكون على اول حد، واللي هو اول حد شنو بالمعادله مالتي بالبولينوميال مالتي، اقسم ال 0.158 على الكوفيشنت على واحد يطلع 0.158، واضح اخوان؟ يعني تقسمون الرقم على الرقم والزيت على الزيت، الله يبارككم، الرقم عندي 0.158 على واحد كتبته 0.158 كتبته اخوان، ليش؟ لان انا اريد الناتج الناتج يطلع لي نفس هذا الرقم، يعني اريد الناتج يطلع لي 0.158 زد تربيع، اقول انا شنو اضرب الزد تكعيب تطلع لي زد تربيع، اقول اضربها بزد ناقص واحد، واضحه مريم؟ اي استاذ واضح، يعني انا اقسم بحيث احصل على الناتج هذا الناتج احصله 0.158 زد تربيع، شلون احصل اخوان هذا؟ أقسم الكوفيشنت على الكوفيشنت، يعني 0.158 أقسمها على واحد، قسمتها أطلع على كتبتها 0.158 عم بتحصل على نفس الكوفيشنت، أقول شنو أضربه بزد تكعيب بحيث تطلع لي شنو زد تربيع، أقول الزد تكعيب إذا أشيل منها واحد يصير زد تربيع، زين شلون أرفع من هذا الواحد؟ أقول أضربه بزد ناقص واحد، واضحة طلاب؟ ريم واضحة؟ واضحة أستاذ. ابتهال واضحة؟ نعم؟ واضح. واضح. طلاب
ترى اللي يطلع من المحاضرة وبدل أخير ولا أخير سجل لحضور ترى غيب وجعل. هذا برنامج طلعتك حسبه عليك. شقط داخل شقط طالع يحسبه. مو كيف برنامج هذا. إذن أخوان خلنا نكمل. يعني استاذ السبلت كنت ساعه انت في الكهرباء من استاذ ايش عمل تعمل؟ والله ما اطلع عود خابرني يقول انا انقطع عند الكهرباء. ماشي استاذ ممنون. لا لا كهرباء ساعتي مستمره بالنهار. منو انت جنابك؟ عمر استاذ. والله بالتسعة تطفي الموليد. لا مو تطفي هسه قاموا يجرونه جره واحده من السبعة الصبح الى الواحدة بالليل. والله استاذ يجروه هذا خلف الله عليه. يعني هسه استمرارية خلنا نقول بالموضوع صارت. عمر مو بسيطة عمر. اي نعم استاذ. ما عندك بيانات؟ على البيانات تدخل. لا والله استاذ مخلص بيانات مع الأسف. ما خلص والله لو بسدك انا قلت لك بس مو بسدك. مشكور استاذ. يلا بوينت 158 بس بسدك واحد يكنك لك شو تسوي؟ بوينت 158 اخوان زد ناقص واحد اضربها بزد تكعيب راح اطلع لي شنو؟ بوينت 158 زد تربيع. اذا اخوان هذا كله نضربه بكل الكوفيشنت 0.158 في ناقص 2.21 الاشاره ماينص راح يطلع لي 0.349 الزد ناقص 1 في الزد تربيع صار شنو الزد وهكذا اخوان 0.158 زد ناقص 1 اضربه 1.58 زد الزد في الزد ناقص 1 تروح صار 1 و 1.58 يطلع لي 0.24964 وهكذا اخوان اكمل البقيه أنا سأشكو عندي أنا اللي تخلص من هذا هذا إشارة ما موجب أقول بطرح هذا صير ناقص هذا صير زائد هذه ناقص الإشارات أقلبها بس مجرد قلب للإشارات هذا صير زائد وأطرح أخوان هذه ما هذه راح تروح صفر هذا جت إشارة قلنا زائد راح صير 0.349 زد هذا إشارة صارت ناقص هذا إشارة شنو صارت شنو زائد هسا أخوان أقسم هذا اللي هو 0.349 زد أقسمه على زد تكعيب البوينت 349 أقسم على واحد كتبته بوينت 349 الزت شو أقسمه أز أقسم هذا الزت على الزت على الزت تكعيب معناته شو نحصل يعني ما شو نحصل زت آني من الزت تكعيب أضربه بزت ناقص 2 أقول إذا أضرب زت ناقص 2 في الزت تكعيب شو يطلع لي شنو زت تخلص من هذا وهكذا أخوان أضرب البقية إلى أنا أصل شنو إلى أخذ أربع خمس حدود أخذ أربع خمس حدود أخوان تكتفون بالخمس حدود الشكل تكتفون كافي وتطلع لنا شنو السي أوف زت لاحظ أخوان الساعة السي أوف زت يساوي لنا هذا البولونوميال هذا البولونوميال بالباك وورد مكتوبة اللي هي 0.158 زت ناقص واحد بلس 0.349 زت ماينس 2 بلس 0.522 زت ناقص تكعيب بلس هذا خذ أخوان مساوى هذا الطريقة إن الحدود ما تكون مفتوحة شنو مفتوحة يعني ما لا نهاية من الحدود لا سيريز متتالية ايش قد حدودها 10 لا مو 10 انا اقول لك 100 انت تقول لا مو 100 مليون اذا الحدود ماله من هذا اخوان مساواها شو تكون الحدود ماله شو تكون مفتوحة فذلك نستعين بطرق اخرى فكتبت السي اوف زيت اللي هي يكون هذا اخوان السيكونس مالتي هذا شنو السيكونس مالتي اللي هو 0.158 و 0.349 والكوفيشنت الكوفيشنت قيمة السيكونس اللي هو شنو هو اللي يساوينا C of NT اللي هو أخوان شوف هذا شنو بلونام يلا عن شنو أخوان زيت ترانسفورم جات شنو مفتوحة زيت ترانسفورم هذا C نعم لي. نعم الناتج الضرب مال هاي القسمة الطويلة يعني أشقد ما يطلع عن ناتج الضرب إن الزلو ما مثلا يعني أشقد ما يطلع رقم طويل خليني إيش قد يطلع رقم طويل خليك اكتبي كما هو اوكي استاذ تسلم ايش قد يطلع الرقم شو ايش قد الساعه كاتبه تقريبا 6 ديجيت مو مثل هذا واحد رقم 0.058144 مو شكل شو يكون اكتبي اوكي استاذ اذا اخوان هذا كتبناه بطريقه السيريز شنو اخوان اللي هي زيت ترانسفورم شنو زيت ترانسفورم قلنا هي شنو باور سيريز شنو اخوان ريبريزنتيشن للديسكريت تايم سيكونس ان السي اوف زنت لاحظ اخوان هذا ديسكريت تايم سيكونس اللي هو سي اوف ان تي هذا شنو المضروب شنو الاوردر ماله شنو باكورد اللي هو زت ناقص ان ولاحظ اخوان ايش يساوي السي افتح هذه سي اوف 0 سي اوف تي سي اوف 2 تي الى شنو سيريز متتاليه حدودها ما لها نهايه هسه اقارن هذه ويا هذا الجدي الثاني
لاحظ اخوان 0.158 ناقص 1 اكتب اجد النتيجه هذه مال القسمه مالنا اجي اكتب هذا النتيجه مال القسمه مالنا بس انا ذكرتكم بزت ترانسفورم على ما تعرفون شلون تتعاملون وياها. اذا اخوان هذا السي اوف زد، اذا السي اوف زيرو موجود ما موجود اقول قيمته كان شنو صفر. اذا السي اوف زيرو قيمته شنو صفر عندما شنو الان صفر. السي اوف تي ايش قد الان صارت اخوان اقول هذا الان تي وهذا السي اوف ان تي. شوف اخوان ارسم هذا السي اوف ارسم الان تي ويا السي اوف ان تي. لاحظ اخوان الانبوت مالنا ثابت واحد، هذا الانبوت مالنا ثابت والانبوت مالنا شنو ديسكريت يعني ات انستانت تايم يعني مو ات اول تايم مو كونتينوس. الكونتينوس يكون هذا خط بس بالديسكريت يظهر لك هذه تكون سامبلد تظهر لك ات تي ات 2 تي ات 3 تي ات ان تي كلها شنو سامبلد يعني يظهر ات انستانت تايم. ايش قلت قيمه الان يظهر لك قيمه شنو يعني ات ان تي. شوف ات تي هذا الديسكريت ظهرت ات 2 تي ات 3 تي ات 4 تي ات 5 تي وهكذا. هذا بالنسبه للانبوت. الاوتبوت شوف اخوان السي اوف زيرو ايش قد العين صفر. ايش قد الاوتبوت السي اوف زيرو صفر كتبت هذا صفر نقطه اخوان. اجي سي اوف تي ايش قد سي اوف تي لان هذا ايش قد هنا الان الان قيمته واحد زد تو بار ماينس واحد قارنها ويا هذه يعني اذا الان ايش قد قيمته واحد ايش قد يساوي 0.185 اقول هذه اذا ان تي الان واحد يبقى عندي شنو بالتي ايش قد تكون قيمتها تكون قيمتها ايش قد عندي هنا قيمتها 0.158 أشرت هنا أقول C of NT 0.158 هنا جيت أشرتها 0.158 وهكذا أخوان الآن صارت 2 إيش قد قيمة C of NT صارت 0.34 وهكذا أخوان. هذا شوف at N2T إيش يساوينا قيمتها 0.349 وأرسم أخوان أكمل الرسم مالتي. شوف إيش قد تأخذ نقاط إيش قد أنا ماخذين لحد 6 نقاط وهكذا أستمر إلى أن ماكو أخوان بحيث اصل الى شنو اصل شنو الانبوت مال شنو هو اللي هو شنو هو هذا الانبوت مال شنو هو الستيب من اصل للستيب توقف بحقد التيار يعني ايش قد هسه انا ماخذين هذا تي 2 تي 3 تي ماخذين شنو 6 نقاط انا وصلت شنو الى الانبوت يعني اقسم الى 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 التيرم السادس الى التيرم السادس اخوان اوجدنا شنو اوجدنا شنو قيمته شنو السي اوف ان تي ورسمته شنو الان تي. هذا اخوان الطريقه هذه نحتاج شنو اخوان تحتاج حساب شنو المساوئ مالها تحتاج حسابات كثيره. ليش حسابات كثيره اخوان؟ لاحظوا لان سيريز متتاليه حدودها ما لا نهايه فمن مساوئ مالها شنو تحتاج الى شنو حسابات كثيره عم تنطيني الدقه بالرسم مالتي. هذا اخوان هذا اسمه له شنو السي اوف ان تي والان تي هذا شنو هو الراس مالنا شنو هي الان تي للديناميك ريسبونس مالنا. لاحظ الديناميك ريسبونس بالنسبه لهذا الشيء يطلع لي اوفر دامبنج. ليش اوفر دامبنج؟ لان من يقول لي ليش اوفر دامبنج؟ فارس احمد حبه جاوبني. فارس موجود؟ فارس لينا موفق موجوده؟ وشوات النام تكتبون والله استاذ عن جد حاضر المحاضره من البدايه للنهايه. وهج ابراهيم موجوده؟ مصطفى نعم ضيع نعم ليش انا اوفر دامبنج؟ نعم استاذ ليش اوفر دامبنج؟ ربا رافع ليش اوفر دامبنج هذا؟ استاذ عمود موقع البولات وين مواقع البولات؟ اي عافيه اذا مواقع البولات يصير وين على الريلاكسز يصير اوفر دامبنج. بس هنا ليش اوفر دامبنج؟ شلون عرفنا اوفر دامبنج؟ ابسط لكم يعني مبين اوفر دامبنج شو يصير عندي؟ ما عندي اوفر شوت متام؟ زيتا اكبر او واحد متام؟ زيتا كوال وين اوفر دامبنج؟ يعني او اكبر او يساوي واحد يصير اوفر دامبنج يعني معناته البول تقع وين؟ على وين تقع البول؟ على الريلاكسس على الريلاكسس مو تمام؟ تقع على الريلاكسس تمام استاذ. هذا اخوان طريقة شنو البور سيريز. ناخذ اخوان طريقة مساوئ معنا قلنا شنو طريقة البور سيريز تحتاج حسابات ليش تحتاج حسابات عالية ليش؟ لأنه شنو
عند الحد المتتالية ما أنت الحدود ما لها تكون ما لها هي، فذلك أحتاج شنو حساباتكم عالية لإيجاد شنو التير مالتي للأوتبوت ريسبونس للديناميك ريسبونس. هسا أخوان نأخذ الديفرنس إيكويشن، نأخذ أخوان شنو الديفرنس إيكويشن. الديفرنس إيكويشن أخوان إحنا وجدنا جي أوف زد بالنسبة للسيستم معنا للسامبل داتا سيستم، وجدنا السي أوف زد عفوا وجدنا شنو الجي أوف زد، والجي أوف زد شو يساوي أخوان؟ يساوينا هو شنو البوينت 1.5، هذا وجدنا .15.158 زيت على زيت ناقص واحد زيت زيت شنو ماينس .368. هسا أخوان شنو نوجد البلس ترانسفر فانكشن؟ البلس ترانسفر فانكشن هو سي أوف زيت على الار أوف زيت أخوان يساوينا جي أوف زيت على 1 بلس جي أوف زيت. عوض أخوان هذه لاحظ أخوان شو يساوينا .158 زيت، افتح هذا أخوان هذا عوض الجي اوف زد على 1 بلس جي اوف زد، هذا السي اوف زد على الار اوف زد. اذا السي اوف زد على الار اوف زد يساوي اخوان بس مجرد شنو عوض الجي اوف زد هذا هنا 1 بلس جي اوف زد، مو تمام؟ الجي اوف زد هذه اذا عند البسط شنو هو تقدر باي انسبكشن تقدر توجد وتجونه. اقول شنو الجي اوف زد شنو 0.158 زد على هذا المقام 1 بلس G of Z اللي هو 0.158 Z على المقام، المقام يروح ويا المقام، إذا بس أضيف شنو 0.158 Z على هذا المقدار. يعني أضرب الزيت ناقص واحد في الزيت ماينس 0.368 وأضيف له زائد 0.158 Z. أضيف له يطلع لي هذا الكسر. اللي يطلع لي هذا البولوميال شو يطلع لي Z تربيع ماينس 1.21 Z بلس 0.368. هذا منين جاي يا إخوان؟ من ضرب زيت ناقص واحد في زيت ماينس 0.368 زائد 0.158 زد. ليش؟ لان انا جاي اوجد شنو جي اوف زد على 1 بلس جي اوف زد. هذا الواحد اخوان ينطيك قيمه البسط اللي هو هذا الواحد فقط يعطيك قيمه البسط اللي هو شنو قيمه البسط 0.158 زد، اضيفه على المقام تطلع لي هذا الكاركترستيك ايكويشن، هذا الكاركترستيك ايكويشن تطلع لي اللي شنو هو قيم شنو هي البولينوميال الموجوده بالمقام نسميها شنو الكاركترستيك ايكويشن اللي انتم ماخذينه بالكلاسيكال كنترول. هسا اخوان اوجدنا C of Z على R of Z يساوينا 0.158 Z. هسا اخوان شلون نوجد الديفرنس ايكويشن؟ إلاف شلون نوجد الديفرنس ايكويشن؟ اخذناها بالمحاضره مال Z ترانسفورم، شلون نوجد الديفرنس ايكويشن؟ إلاف موجوده وذيك المحاضره وحاضره دقيقه واحده عبر دقيقة واحدة وتحسب عليه الحضور. حسين علي موجود؟ هم حاضر دقيقة. حاضر دقيقة واحدة يقول أنا حضرت. والله حضرت بس والله ما حضرت يعني غيابي ما طول 10 دقائق. دقيقة واحدة حاضر ما أشرك علي. والله كيفك استاذ؟ لا مو كيف البرنامج تعال شوفك إياه شوفك البرنامج. إذا إخوان. مو الواحد يعني اللي صار عندي. إذا أخوان نوجد C of Z على R of Z. لاحظ أخوان شلون نوجد شلون نحول هذا البلس ترانسفر فانكشن إلى difference equation. يعني difference equation شلون نحلله؟ نقول الديناميك ريسبونس راي يعتمد على البريفيوس، يعني على 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 شنو على يعني مثل عند C of Z راح تعتمد على قبلها، ويعني والR of Z راح تعتمد شنو يعني C of Z تعتمد على الأوتبوت القبلها والاوتبوت القبله تعتمد على القبله وهكذا. اذا شو اضرب انا اخوان؟ اضرب البسط والمقام باعلى اس للزيت بس شنو اكتبه بالباكورد. هسه انا عندي اعلى اس بالبسط والمقام شنو هو زيت تربيع. اضرب البسط والمقام في زيت ناقص 2. ليش؟ لان انا اكتبه شنو؟ اريد تعتمد على بريفيوس يعني على القبله، اريد السي اوف زيت تعتمد على زيت ناقص 1. اريد الزيت ناقص 1 تعتمد على زيت ناقص 2. يعني على one cyclic period shifting يعني at instant تعتمد على اللي قبلها يعني at time nt تعتمد على time شنو ال nt ناقص واحد يعني على قبلها تعتمد. فذلك شو اسوي اخوان؟ اكتبها بصيغه الباكورد. من اكتبها بصيغه الباكورد اشوف اعلى اس للبسط والمقام ايش قد اعلى اس. لاحظ اخوان هنا البسط اعلى اس بي زد، المقام اعلى اس ايش قد بي زد تربيع. ما شكل هبه رافع؟ موجود هبه رافع؟ ذاك اسبوع حاضر خمس دقائق. زيت
على Z تربيع minus 1.2 وين Z plus 0.368. أعلى أس أخوان شكد هنا أعلى أس عندي هو أعلى أس عندي Z تربيع. أضرب البسط والمقام في Z ناقص 2. ليش؟ عم أحول العلاقة بين الأوتبوت الدينامك ريسبونس اللي زي C of Z ويا الأنبوت R of Z علاقته شنو بالباكورد أكتبه. من أكتب علاقته بالباكورد شو راح يصير أخوان؟ لاحظ أخوان ضربنا البسط والمقام في Z ناقص 2. البسط شو يصير عندي؟ يصير عندي 0.158 Z في Z في Z ناقص 2 شو يصير؟ يصير Z ناقص 1. وش يصير عندي هنا؟ يصير عندي 0.158 Z ناقص 1 R of Z. مو تمام؟ المقام شو يصير عندي اخوان؟ اضرب المقام كله ب Z ناقص 2. Z ناقص 2 في Z تربيع يصير 1. 1 في Z في C of Z يصير C of Z. يعني C of Z على طرفين وبسطين ضرب كلهن. minus 1.21 Z في Z ناقص 2 يصير شنو؟ Z ناقص 1. يصير C C of Z و 0.368 يصير في Z ناقص 2 C of Z. هسا اخوان نطبق البروبرتي مع الديلي اللي هي رايت شيفتنج بروبرتي اللي عندي ان السيكونس مقدار بيشيفت كي تي شنو معناته؟ معناته Z to bar N في ال F of Z. يعني هي نفس ال F of Z بس مقدار الشيفتنج هو شنو يكون عندي هنا؟ مقدار الشيفتنج اخوان اللي هو هذا الكي. الكي انا شنو يعني انا اكتب شو يصير عندي f of z z to bar شنو minus n. يعني هذا شو يصير عندي اخوان؟ الشيفتنج يعني اذا بيها ديلاي مقدار كيتي. هلا هذا اخوان نجي هنا هذا c of z اكتب بالاقل شنو السيكونس مالت يصير c of n t متام يصير ما يساوي اجيب هذا شنو على الجهه الاخرى على الجهه اليمين يصير يساوي 1.21 هذا z ناقص 1 c of z معناته هذا C of Z تعتمد على قبلها على تعتمد شنو على قبلها يصير C of N T minus شنو عندي هنا البريود ايش قد عندي هنا 1 سامليك بريود شيفتنج يصير minus T هنا صارت شنو الاشاره حول العجله الاخرى يصير minus 0.368 ايش قد عندي Z minus 2 ايش قد معناته شيفتنج معناته 2 سامليك بريود يصير C of N T minus شنو 2 T ايش يساوي 0.158 Z ناقص 1 R of Z اكتب بالسيكونس مال يصير R of N T شفت شيفتنج Z ناقص T هذا بالاستناد اخوان على بالاستناد على هذا البروبرتي اللي هي الرايت شيفتنج ثينج او الديلي بروبرتي احول هذه احول الديفرنس ايكويشن هذا البولينوميال هذه احولها شنو للسيكونس مالتي اللي هو C of N T لاحظ اخوان C of N T شو يعتمد اخوان اعتمد على السيكونس اللي قبلها اعتمد على C of N T minus T واعتمد على C of N T minus 2 T يعني على preceding يعني اعتمد على اللي قبلها يعني اعتمد على يعني C of N T اللي هو اريده انا يظهر عندي اعتمد على شنو اللي قبله بنصام لك بريود اكو ديلي واللي قبله بتوصام لك بريود عندي واعتمد شنو على الانبوت يعني ورا شنو ورا سابلون بريود اللي هو N T minus شنو T. إذن أخوان هذا كتبته بصيغة شنو difference equation. هذا صيغة difference equation. difference equation أخوان نوجد البلس transfer function أعيد لكم. نوجد البلس transfer function اللي هو C of Z على R of Z. وراء ما وجد الأخوان C of Z على R of Z. أشوف أعلى أس للبسط وأعلى وشل قد أعلى أس للبسط والمقام. أضرب بأعلى أس بس شنو بالباكورد. ليش؟ لأن أنا أريد شو تعتمد ايد السيجنال مالتي الاشاره مالتي الديناميك ريسبونس اللي هو زيت يعتمد على البريسيدنج على اللي قبله يعني اللي قبله يظهر شنو ايش قد معناته مثل سي اوف ان تي يعتمد يعني على قبله مثلا سي اوف ان تي ماينس تي او ماينس 2 تي شوف ايش قد حسب صيغه السؤال يعني شوف هسه هذا سي اوف ان تي يعتمد على قبله واعتمد على قبل قبله وهكذا اخوان البقيت شنو اي سيستم يجيني بسامبل داتا سيستم اوجده بهالطريقه هذه بس مجرد راح نضرب شنو بالباكورد لاعلى اس موجود شنو بالبسط او المقام. هسه اخوان شلون واحد يقول شلون نجد شوف اخوان اكاتب لكم اياها هنا تمام السنه يعتمد شنو السي اوف انت يعتمد على البريسيدنج سامبل انستانت. البريسيدنج يعني يعتمد شنو اخوان علي اللي قبلها. شوف هسه اخوان السي اوف انت كتبت لكم نفسها كتبتها 1.21
C of NT minus T minus 0.368 C of NT minus 2T plus C.158 R of NT minus T. بس كعدد كتابته وهذا الشرح اللي شرحناه هسه كتبت لكم إياه. شلون نوجد أخوان الديناميك ريسبونس مالنا؟ يعني شلون نرسم، نقول نرسم الـ NT ويا C of NT. يعني الـ NT أخوان هذا الـ NT هو التايم، التايم يعني التي اللي ساونا بالديسكري ساونا NT مثل ما رسمناه هسه هنا بالجزء الأول بالباور سيريز، أرسمه ويا C of NT. هسه إذا الـ N صفر أخوان، فأنا نبدأ من الـ N صفر 1 2 3 4 5 10. شوف أخوان الـ difference equation شنو فوائدها وشنو مساواها. شوف أخوان at N صفر، إذا الـ N صفر C of 0 شي ساونا أخوان؟ عوض أخوان ساونا 1.21 C of 0 minus T. يعني شي صار أخوان؟ C of minus T. زين أنا C of 0 عندي، أنا دوني بادي عندي البريسيدنج عندي C of minus T، ما عندي C of minus T بعد ما ظهرت مو تمام. إذن هاي قيمتها صفر minus 0.368 C of هذه الصفر، هذا الان صفر C صار C of minus 2T. أنا عندي C of minus 2T بعد ما ظهرت عندي، إذن هذا قيمتها صفر plus 0.415 R. الR أخوان اليونت ستيب مين تبدي؟ اليونت ستيب تبدي من الصفر إلى الانفينيتي، لأن قلنا الديسكريت يونت ستيب عندما شو تكون الان اكبر او يساوي شنو؟ زيرو. يعني مو عندي ان تي، هذه تبدي من ان اكبر او يساوي صفر. هذه ار اوف ماينس تي عندي، لا ما عندي يونت ستيب بعد ما بادي، يعني تبدي من الصفر. اذا هذا قيمه الصفر، هذا قيمه الصفر، هذا قيمه الصفر. اذا السي اوف زيرو يطلع شنو؟ زيرو. واضحه؟ زين سفيان واضح؟ نعم استاذ. ليش المحاضره الحاضره دقيقه؟ لا استاذ اشر كل لحظه وتوها. زين سفيان مؤشر دقيقه شلون عندي بال هذا بالمقام. نجي ناخذ اخوان، نجي ناخذ ناخذ الان صارت واحد. شوف اخوان عم تحسبون، شوف الان صارت واحد سي اوف تي، هذا سي اوف تي شو يساوي اخوان؟ يساوي 1.21 سي اوف الان، هذا ايش قد الان صارت واحد تي ماينس تي شو يصير؟ سي اوف 0. ايش قد السي اوف 0 اخوان؟ سي اوف 0 0 مو تمام. هذا سي اوف 0 مو سجلناه صفر، اذا سي اوف 0 صفر يصير صفر ماينس 0.368 سي اوف تي ماينس 2 تي يصير سي اوف ماينس 2 تي. سي اوف ماينس تي بعد ما ظهرت تصير قيمتها صفر، اذا هذا صار الجزء صفر للسي اوف تي وهذا صار الجزء صفر بلس 0.158. الان ايش قد صارت اخوان؟ الان صارت واحد T minus T شو يصير؟ صفر. يصير R of 0، R of 0 قيمته واحد، فذلك شو يطلع أخوان؟ راح يطلع C of T يساوي 0.158 R of 0 واحد. ال R of 0 واحد شو يصير؟ 0.158. يعني ال R of 0 شنو قيمته؟ واحد. ال R يظهر شنو؟ نيو ستيب يظهر شنو؟ at n شنو أكبر أو يساوي صفر، يعني من صفر إلى إنفينيتي تظهر. هسا نجي ناخذ الان ايش قد صارت اخوان؟ 2 تي سي اوف 2 تي شو يساوي؟ 1.21 الان سي اوف 2 تي ماينس تي يصير سي اوف تي. ايش قد السي اوف تي؟ يصير 0.158. اضرب اقول 1.21 في السي اوف تي، السي اوف تي ايش قد قيمته؟ 0.158 كتبته. هذا نكتبه هنا بدل السي اوف تي نكتبه 0.158 بلس اصلته ماينس 0.368. هذه صارت اخوان ايش قد عندي؟ 2 2 تي ماينس 2 تي يصير سي اوف 0. ايش قد قيمه السي اوف 0؟ صفر. اذا هذا تصير قيمته صفر بلس 0.158. ايش قد هذا اخوان؟ الار اوف تي اخوان اسعر، بما انه الان صارت اكبر من صفر، اذا اخوان تاخذ قيمتها كلها تكون قيمتها واحد، فتصير شنو؟ 0.158 ار اوف 2 تي ماينس تي ار اوف تي قيمته واحد، فتصير شو اسمه؟ هذا قيمته واحد، هذا قيمته 0.158. أضرب الـ 0.158 في 1.21 أوجد قيمتها بلس 0.158 في 1 وصل لي 0.349. شوف أخوان هذه نفس القيمة اللي وجدناها بالحل الأولي. وصلنا إيش قد أخوان هسه؟ C of 3T. C of 3T أخوان تعتمد، أقول صارت 1.21 C إيش قد الآن؟ 3. C of إيش قد؟ 3T minus T C of 2T.
ايش قد السي اوف 2 تي؟ صارت 0.349. اكتب اقول هذه قيمتها السي اوف 2 تي 0.349 ماينس، وصلت هذا الماينس اخوان ماينس 0.368. سي اوف ايش قد عندي هنا؟ 3 تي ماينس ماينس تي ماينس 2 تي يصير سي اوف شنو تي. السي اوف تي ايش قد قيمته اخوان؟ 0.158. اقول هذا قيمته 0.158 بلس 0.158 r of شكيت 3 t minus t r of 2 t ثابت اخوان. الان شنو اليونت ستيب تظهر t at n اكبر او يساوي 0. اذا اخوان راح تكون ثابته قيمتها بالنسبه للانبوت واحد تصير بوينت بلس 0.158 طلع لي 0.522. اذا اخوان هذا يصير شنو ريكيرنس ريليشن، يعني الديفرنس ايكويشن اخوان هي ريكيرنس ريليشن، يعني شنو تعيد نفسها كل حاجه عيده كل حاجه لما مساواه اخوان انه الانستانت تعتمد على البريفيوس، يعني مثل اريد السيكونس ات انستانت ان التايم اللي انت تريده الواقع متوقف عليه يعتمد على قبله وما يعتمد على قبل قبله بالنسبه لهذا السؤال. اذا اخوان هذا راح يصير ريكيرنس ريليشن، يعني مش عندك شنو قاعد تعيد السواء اتريشن تنعاد الاتريشن مالتك تنعاد ليش؟ لايجاد السيكونس مالنا الايجاد الديناميك ريسبونس مالنا ات انستانت تايم ات ان تي يعني at 0t, at 1t, at 2t, at 3t, at nt. والآن شوف إيش قد تكون قيمتها قيمتها. هسه لو أنت تريد توجد c of 10t شوف راح يعتمد على شنو اللي قبلها اللي 8t ويعتمد شنو على ال 9t وهكذا أخوان. أي قيمة من للسي للديناميك ريسبونس at nt أقدر أوجد قيمتها at instant time يعتمد شنو على preceding اللي قبلها على preceding sample instant. أنا أسميها شنو هذه recurrence relation، يعني علاقة تعيد نفسها recurrence relation أخوان. ليش؟ لأن جاءت كل حاجة تعيد الiteration مالها. كان عندك loop واللوب ما ترجع يفتر شنو n من المرات. إذا أخوان هذه مساواها إنه راح تعتمد شنو تعتمد على preceding instant. بس إنه تعطيني شنو أخوان نفس الدقة لأن شنو نفس القيمة اللي تحصل عليها بالنسبة للdynamic response. ناخذ طريقه اخوان الطريقه الاخيره هي طريقه شنو الصام البارشل فراكشن اكسبانشن. طلاب جاي تفهمون لو بس مشي قصي موجود؟ نعم استاذ موجود. جاي تفهمون قصي؟ اي نعم استاذ. واللي سلمان فلاك موجود؟ هسه اشوفه لحظه استاذ. سلمان فلاك هو هسه هنا، لأن هذا سلمان فلاك ما يحضر محاضرات هو اسمه ده موجود بالحضور. سلمان سلمان فلاك نعم استاذ. كيف تم سلمان؟ ايوه ها سعد عمر عنده محاضرة انا باخذ. الله يسلمك والله عليكم السلام كل الهلا. والله الله يعزك والله محاضرة عندي جاي المحاضرة الكترونية بس جاوبتك. أنا ما خلص خاطرك تدلل الأخوان. والله حق نص ساعة الشكل. إن شاء الله. انتم أخوان الطريقة الثالثة طريقة البارشل فراكشن إكسبانشن. شنو أخوان طريقة البارشل فراكشن إكسبانشن؟ عندنا هذا أخوان السي أوف زي 8 اللي وجدناه من البريفيوس اكزامبل هذا مال اكزامبل مالنا. هسه السي اوف زد اخوان شلون اوجده؟ عندي اللي وجدناه شنو السي اوف زد بعد ما عوضنا اخوان الار اوف زد هي زد على زد ناقص واحد، يعني احنا وجدنا شنو السي اوف زد على الار اوف زد شنو وجدنا؟ 0.158 زد على زد ماينس 0.61 سكوير تمام؟ عوضنا الار اوف زد زد على زد ناقص واحد وجدناها شنو السي اوف زد يساوي لنا 0.158 زد سكوير، يعني وجدنا شنو هذا الفانكشن مالنا اللي هو الدايناميك ريسبونس مالنا السي اوف زد. باصة شنو صار إذا حلها بطريقة ثالثة هي طريقة البارشل فراكشن اكسبانشن اللي هي 0.158 زد تربيع على
z minus 0.61 سكوير z ناقص 1. شلون اخوان عملنا partial fraction؟ احنا اخذنا بالpartial fraction شلون وجد شنو اوجد شنو الانفير z ترانسفورم؟ تذكرون شلون وجدنا الانفير z ترانسفورم partial fraction؟ مو ناخذ لازم شنو البارشل للC of Z على Z، مو تمام؟ اخذ البارشل للC of Z شنو؟ على Z. زين هسه شلون ناخذ البارشل للC of Z على Z؟ عندي هنا Z تربيع، مو تمام طلاب؟ اقول هذا C of Z، اطلع من هذا Z تربيع Z، اطلع عندي 0.158 Z، هاي طلعت لي 0.158 Z. هذا Z طلعته خارج قوس لان شنو؟ تحافظ اخوان لان السمبل فانكشن او التيبل مال الزيت ترانسفورم موجود بالبسط اكو زيت ايضا حافظ على الزيت الموجوده بالبسط فذلك اخذ شنو؟ اخذ الزيت ترانسفورم للسي اوف زيت على شنو؟ على الزيت اوجد الزيت ترانسفورم شنو؟ للسي اوف زيت على الزيت انا عندي هنا زيت تربيع اذا اخوان طلع الزيت تربيع هذا اقدر اكتبه سي اوف زيت على الزيت او طرفين ببسطين فانا كاتب السي اوف زيت يساوي الزيت في هذا هسه انا اذا اعمل بارشل فراكشن اخوان فقط هذا القوس الكبير شوف هذا الزيت انا مخليه خارج القوس لان شنو على مود احافظ على البسط يكون بي شنو زيت عندي ظل عندي 0.158 زيت على زيت ناقص 1 ناقص زيت ناقص 0.61 سكوير هذا اخوان شو تكون عندي؟ تكون عندي ثلاث حدود اقول تساوي ان اي على زيت ناقص 1 بلس بي 1 سميته انا بي 1 انت سموها تسميات اخوان هذا اي تسميه تقدر تسميها على 0.61 سكوير بلس بي 2 على زيت ماينس 0.61 ليش؟ لان عندي هذا مالتيبل بول مو شكل يا عاوز يوسف خضير لان هذا شكو عندي هنا مالتيبل يوسف عثمان عفوا مالتيبل بول يوسف عثمان نعم استاذ شنو مالتيبل بول فذلك شنو ينطيني شنو ينطيني بي 1 على زيت ماينس 0.61 سكوير وبي 2 على زيت ماينس 0.61 انتبه اخوان بالبارشل فراكشن اخوان اطبق الليمت هذا طبق عليه الليمت مباشرة، هذا طبق عليه الليمت مباشرة، هذا طبق عليه شنو هو اخوان؟ بما ان الفرق هذا خلوه ببالكم، بما ان الفرق بين هذا الاوردر مال هذا المالتيبل بول للاوردر هذا الفرق بيناتهم واحد اذا شنو المشتقة الأولى استخدمها. أو عندنا شنو القانون بصورة عامة مكتوب بس أنتم دائما ما شوف هذا فرق بين هذا وهذا واحد إذا المشتقة الأولى للفانكشن هذه. أقول لأي شلون أوجده؟ أقول لأي يساوي أن زيت ناقص واحد في هذا الفنكشن كله هذا المقدار اللي هو 0.158 زيت على زيت ناقص واحد زيت ماينس 0.61 سكوير وعوض قيمة الزيت قيمتها واحد أختصر زيت ناقص واحد ويا زيت ناقص واحد عوض قيمة الزيت أخوان يصير واحد ماينس 0.61 متوان أوجد قيمتها وربحها وقسم 0.158 أضربه في الزيت واحد وطلع قيمة الأي واحد راح يصير قيمة الأي قيمتها واحد البي 1 اقول شنو قيمته ايش قد قيمته الزيت يعني زيت قيمته 0.61 اقول البي 1 يساوي الزيت ماينس 0.61 سكوير في هذا الفانكشن اللي هي 0.158 زيت على زيت ناقص 1 زيت ماينس 0.61 سكوير هذا القوس 0.161 زيت ماينس 0.61 سكوير وهي هذا تختصر واذا اعوض قيمه الزيت 0.61 اعوض قيمته اي هنا 0.61 ناقص 1 وفوق اضرب ال 0.61 في 0.158 واطلع قيمه ال بي 1 راح تطلع لي ماينس 0.24 اكتب اخوان ماينس 0.24 كتبته البي 2 اخوان تذكرون القانون شنو مالتيبل بولز يساوي 1 على كيو ناقص 1 فاكتور ايش قد عند الاوردر كيو هو الاوردر مال شنو مال مالتيبل بول الكيو 2 1 على كيو ناقص 1 فاكتوريال هذا اخذناه العام عندي انا بدرسكم اياها بالبارشل فراكشن ليميت لشنو اخوان؟ دي على شنو اخوان؟ دي على الدي زيت مو تمام؟ دي لكيو ناقص واحد يصير دي على الدي زيت هذا الفانكشن اخوان مضروبه اللي هو زيت ناقص 1.6 سكوير في هذا الفانكشن واخذ الليمت لها عندما زيت تساوي زيت كوال 0.61 وعوض اشتق اخوان وعوض ورا ما اخلص اشتقاق مالته عوض قيمته واوجد قيمه بي 2 اوجد قيمه بي 2 ناقص 1 يجي اخوان انا اريد امثل هذن ويا السمبل تيبل رجعت اخوان هذا الزيت اللي كان اقدر اكتب السي اوف زيت على زيت او كتبت السي اوف زيت ارجعها اضربها بكل هذا التيرم صارت هذا قيمه الاي 1 صارت زيت على زيت ناقص 1 هذا اخوان بي 1 اللي هي 0.24 اقول لكم شلون كتبناها ليش كتبناها بالصيغه هذه
بلس بي 2 بي 2 على زد ناقص بي 2 جت قيمته ناقص 1 فجيت كتبته ماينس 0.61. لاحظ اخوان اقول هذه هي السمبل تيبل اقدر اوجدها مباشره. هذه اراد لها شويه فبركه على مود شنو اقارنها ويا السمبل تيبل وهذا اقدر اقارنها ويا السمبل تيبل. ليش اخوان هذا قارنها ويا السمبل تيبل؟ هذا لا اخوان هذا شنو هي شكو عندي هنا شكو عندي هذا زيت على ناقص واحد يونت ستيب. هذا شنو اخوان جايه من رامب متان اللي هو انتي ويا شنو مضروبه بكونستانت وهذا جايه من شنو من اكسبوننشال متان اللي هو اي تو باور ان تمام لو لا على اي تو باور ان شي يساوي زيت على زاد زيت ناقص اي مو تمام. هذا اخوان البي 1 ايش قد قيمته؟ البي 1 عندي قيمتها 0.24 الاشاره مع ناقص كتبت الاشاره مع ناقص يعني ليش كتبتها 0.39 وعندي يعني كتبتها 0.61 وهنا 0.61. لاحظ اخوان اقول هذا شلون تحايل عليها اقول هذا ال 0.24 اقدر اكتبها اقدر اكتبها ليش شلون عرفت انا 0.39 و 0.61 اقول ال 0.24 اخلي بالبسط نفس القيمه هذا بالمقام اخلي بالبسط 0.61 يعني مثل هذا الموجودين يعني 0.61 اخليها بالبسط 0.61 زين ال 0.24 اقدر اكتبها يساوينا 0.61 في قيمه مثل فيربل سميه انت شو سميه مثلا الاكس. اذا الاكس يساوينا شو يساوينا الاكس 0.24 على 0.61 راح يطلع لي 0.39 طلع. اقول اقدر اكتب يعني بيش بلهجه بسيطه اقدر اعبر لكم اقدر اكتب ال 0.24 0.39 في 0.61 ليش؟ لان انا عندي 0.61 بالمقام سكوير اريد اخلي بالبسط 0.61 لان اذا اخلي بالبسط 0.61 من اجيب هذا ال 0.61 اقول ناتج من ال 0.24 اقدر اقول ال 0.24 يساوي لنا 0.61 في قيمة. القيمة سميها مجهولة ما أعرف أنا إيش قد أكتبها سي بالعربي أكتبها يعني المهم فايربل أي متغير سميه أنت. أقول إذا سميته إكس أقول إكس ساونا 0.24 على الكوفيشنت اللي مالت هذه 0.61 راح يطلع لي 0.39. هسه لو نضرب 0.39 في 0.61 يطلع لي 0.24 يعني لو تضربون نعم إذا عوضناها نفسها يعني ما حاجة أنه تحتاجين أنت 0.61 بالبسط. هذا 0.61 شلون تجدينه؟ أقول تحتاجين 0.61 بالبسط. أقول 0.61 بالبسط شلون أوجدها أنا؟ أقول أوجدها من ال 0.24 زين شلون أوجدها من ال 0.24؟ أقول ال 0.24 أنا إذا أوجد ال 0.61 ليش أوجد 0.61؟ لأن هي موجودة بالمقام أسأل لكم شلون أطبق لكم النظرية. أقول أحتاجها بالبسط أقول 0.24 أقدر أكتبها 0.61 في قيمة أخرى كونستانت. إيش قد هذه القيمة كونستانت تسميها C مثلاً. أقول C يساوي 0.24 على 0.61 طلعتها 0.39. لو نضرب 0.39 في 0.61 أقدر أكتبها 0.24. إن هذا 0.61 في 0.39 هي جاية من هي نفس 0.24. بس أنا أحتاج مثل هذه القيمة مع هذا الكوفيشنت وهي موجود بالبسط اللي هو 0.61. اللي هو جاي إخوان من هنا. لاحظ إخوان. هذا مين جاي؟ هذا لا لاحظوا هذه الزيت على زيت ناقص واحد الانفيرس ماله شو يكون؟ مال يونت ستيب متان اليونت ستيب شنو الزيت ترانسفورم للزيت على زيت ناقص واحد هذا الانفيرس ماله شو يكون؟ يكون هذا كونستانت اللي هو ستيب متان واحد هذا الزيت على زيت ماينس اي مال اللي هو اي هذه هذا الحد الثالث زيت على زيت ماينس اي شنو الانفيرس اللي هو اخوان؟ الانفيرس اللي هو الانفيرس زيت ترانسفورم اللي هو جاي من اي تو باور ان مو تمام؟ اي تو باور ان تمام لو لا؟ الزيت تو باور اي تو باور اي تو باور ان تي يصير زيت على زيت ماينس اي هذه الاي الاي زيت اي زيت على زيت ماينس اي سكوير هذا جاي من ان تي اللي هو الان تي هو شنو الرامب مضروب شنو بالاكسبوننشال هذا يعني هذا الزيت ترانسفورم للرامب مضروب بالاكسبوننشال شوف هاك وهذا هنا اي وهنا اي فاحتاجت اي بالبسط احتاجت الاي بالبسط على مود شلون فذلك كتبنا ال 0.24 يساوي ال 0.61 في 0.39 ليش؟ لان احتاج هذا الاي الموجود يعني بالمقام احتاجه بالبسط تعمد يكون شنو هو؟ يكون اللي هو اكسبوننشال هذا الاي تو باور ان تي مضروب بهذا الرامب الان تي اللي هو هذا الرامب الان تي يساوي ينطيني اي زد
على Z minus A الكمية سكوير. فذلك كتبت الـ 0.24 شوف يساوينا الـ 0.24 كتب يساوينا 0.61 في 0.39. ليش؟ لأن هذا A أحتاج إيه هن A. ما أحتاج إيه هذا A هنا؟ الـ 0.24 أقدر أكتبه 0.61 هذا هو قيمة 0.61 صار هنا 0.61 فالمضروب بكونستانت 0.39 عبر شنو؟ خليته شنو؟ قيمة بالبداية. إذن أخوان هذا جاي نشوف يعني نفسه رديت كتابته عمود كنت لاحظونه Z على Z minus 1 طوش minus 0.39 شوفوا شون أخوان كتبت لنا أحتاج هذا الأي هنا وأحتاج هذا شنو الأي الأي بالمقام هم أحتاجه فكتبته شنو 0.61 على شنو Z على Z minus 0.61 سكوير minus Z على Z minus 0.61 على متشنا مثلاً هذا أخوان أقول استاذ إنفيرس is found to هذا أقول شنو الستيب هي واحد minus 0.39 هذا مين جاي أخوان لاحظ 0.61 Z على minus Z minus 0.61 سكوير أقدر أكتبه NT اللي هي الرام أي تبور NT الأي شكل قيمته 0.61 NT minus هذا جاي شنو من exponential اللي هو شنو 0.61 أكتب 0.61 NT والN 0 1 2 3 4 لاحظ أخوان السعاني هنا هذا الطريقة طريقة البارش فراكشن لاحظ سعر يدوجد عندما الان صفر لازم أن نشجد وجدناها بالطريقة ذي سي اوف زيرو وجدناها صفر مو تمام؟ مين جوابني؟ محمد سعد موجود؟ محمد سعد محمد سعد مصطفى خضير جاوبني مصطفى خضير طلاب موجودين موجودين استاذ جل هبه رافع جاوبيني هبه رافع شو الناب كلهم موجودين اقول لك انا حضرت المحاضره من البدايه للنهايه هبه رافع كم دقائق ذاك المحاضره حضرتي من الاخر هنا محمد لقمان موجود موجود استاذ محمد لقمان ذاك المحاضرة ست دقائق حاضر استاذ هذا البرنامج جاوب شلون سي اوف زيرو اصلا سي اوف زيرو من شلون وجدين لاحظ اخوان سي اوف زيرو انا نصح اسماءكم على مود انه ما ظن لكم انتم والله احنا موجودين كل المحاضره وش اسمه واحنا ما مسجلنا هو هذا برنامج يسجلكم الحاضر حاضر والغايب غايب وش قلت تحضر سجلك شوف اخوان سي اوف زيرو اجدين ايش قلت الان صفر اقول واحد ماينس 0.39 ايش قلت الان صفر اذا هذا كل الفاكتور صار صفر مو تمام تمام لو لا هذا الفاكتور وسط البلوغ صار كله زيرو واحد ماينس هذا 0.61 الان ايش قلت قيمته هنا صفر اذا 0.61 مرفوع الباور زيرو شو يكون واحد واحد ناقص واحد شو يصير صفر هذا قيمته واحد هذا قيمته صفر هذا قيمته واحد واحد ناقص شنو واحد ناقص واحد شو يصير صفر إذن السي أوف زيرو شو يصير صفر وهكذا أخوان الآن صار شنو واحد من عوض أخوان الآن واحد شو يصير عندي هنا واحد ماينس 0.39 التي قد إحنا ماخذين التي أخوان أكتبه 0.61 التي أخذها واحد صار 0.61 أخذنا شقد قيمة التي 0.25 أخذنا قيمة التي أخذنا قيمة التي 0.25 هنا الآن هذا واحد أخذنا 0.25 للتي 0.61 مرفوع أشقد هي أنا أشقد أخوان التي 0.25 مرفوع للتي التامنك السامنك بريود أخذنا 0.25 وهكذا أخوان لاحظ بهذا الطريق أخوان الحسابات تكون أسهل ليش الحسابات تكون أسهل أخوان لاحظ أنت at instant N تقدر توجدها مباشرة هسه إذا الآن 100 مباشرة أقدر أوجدها ليش لأن سي اوف شقد 100 تي مو تمام يعني السيكونس ال 100 اللي اوجده اقول سي اوف ان تي شو يساوي انا 1 ماينص بس نعرف الان 100 التي 0.25 هذه مرفوع الباور ان تي معلومه هذه ان تي اذا اخوان طريقه البارشل فراكشن راح تكون لك تنطيك الحسابات مباشره تختلف عن طريقه الديفرنس اللي تعتمد على البريسيدنج وتعتبر شنو ريكيرنس ريليشن ليش ريكيرنس ريليشن
لأن الايتريشن تعيد نفسها. أنت ما لك تحسب السي أوف أنت إلا أن تحسب شنو قبلها. السي أوف 2T تعتمد على السي أوف أنت، السي أوف 3T تعتمد على السي أوف 2T وهكذا أخوان. السمية ريكرنسليشن. أما طريقة البور سيريز أخوان مساواها تكون شنو السيريز مفتوحة، فأحتاج حسابات بكثرة يلا أوجد شنو أوجد السيكونس مالتي اللي هو شنو السي أوف أنتي. أما هي طريقة البارشل فراكشن أخوان شو مباشرة أقدر شنو أوجد أو شنو إنستان تايم أقدر شنو أوجد شنو الديناميك ريسبونس للسيستم مالتي. واضح أخوتي؟ واضح استفادته من هذه؟ واضحة؟ واضح أستاذ، واضح واضح أستاذ. نعم خوش. إذن أخوان الطرق الثلاثة أخوان معلومة لكم وش اسمه وتكون وأي واحدة منهم بامتحان يجيبها، فلازم أنتم ثلاثة تعرفونهن وراح أنت امتحان يصير وجه لوجه، فتكون شنو دير بالكم أخوان لأن شنو لازم تحفظون مو تحفظون تفهمون ثلاثة، واللي إشكال صار عنده إشكال أنا دائما موجود الاثنين والثلاثة يجي علي أراجع حلوة. هذا أخوان السورة ما أوجدنا السيكونس مالنا اللي رسمناه هو شنو الـ NT وهي C of T وبصورة عامة أنا كاتبه T وهي شنو الـ Y of T. نعطي أخوان هذا الـ response مالنا اللي متكون من جزئين، جزء نسميه transient response وجزء شنو steady state response. الـ transient response أخوان اللي يحتوي على الـ overshoot، اللي يحتوي على الـ rise time، يحتوي على الـ delay time، يحتوي على الـ settling time، ويحتوي على الـ peak time. وانتو تعرفون كل واحدة من ذا ماخذين من الصادلك تايم عندي أنا شقد التورنا سينطنية أقول إذا تايم تيك باي ذا ريسبونس، هذا الريسبونس اللون الأحمر الديناميك ريسبونس تو ريتش أند ويذين، شوفوا أسا أخوان وصل هذا أقول بداية ما وصل ويبقى ضمن الحدود هذه شقد التورنس 3% 4% يبقى ضمن هذا التورنس نسميه شنو الصادلك تايم. الرايز تايم هو الزمن يستغرق الريسبونس يصعد من بوينت 1 إلى من 10 إلى 90%، يعني من 0.1 إلى 0.9 من الفاينل فاليو. شقد الفاينل فاليو اللي هي هذه يصل للستيدي ستيت، أقول من الفاينل فاليو شقد هو يصعد من 0.1 إلى 0.9 نسمي شنو هذا الرايز تايم. الديلي تايم هو شنو 0.5 من الفاينل فاليو. شقد الفاينل فاليو شقد هو نصف الزمن من البيك تايم، هو الأوفر شوت الأولي هو الزمن للأعلى أوفر شوت نسميه البيك تايم. الأوفر شوت هو شقد الديفرنس بين بين الشوت مالنا الأبر إلى شنو إلى قيمة شنو الأنبوت مالنا اللي هو شو احنا مدخلين شنو هنا ستيب. وهكذا أخوان ستيت ستير أرار أخوان هو الفرق الديفرنس بين الأنبوت وبين شنو الريسبونس مالنا إيش قد راح يكون هنا قيمة حتى ستيت ستير. هذا أخوان أنتو ما أخذينه نفس يا أخوان راح تكون الأوفر شوت السطلنج تايم كلها راح تكون نفس هي نفس التعريب، بس مجرد احنا هناك اشتغلناها بالكونتينيوز هي شنو تكون بالديسكريت. وهذا أخوان التعريف ماله مثل ما شرحت لكم اياها لكم واضحه. وهذا اخوان القوانين نفس يا اخوان مثل الدامبج ريشيو، الرايز تايم، البيك تايم، الاوفر شوت نفس اخوان السطلنج تايم. يعني اذا التورنس مثلا 2% راح يكون 4 على زيتا اوميجا ان، والزيتا تعرفون هي الدامبج ريشيو والاوميجا ان الناتشرال فريكوانسي، وهذا الاوميجا دي هي الدامبج فريكوانسي. هذا اخوان انتم ماخذينه بس مجرد ذكرتكم بالقوانين مالها. من عنده سؤال طلاب؟ لا من عنده سؤال؟ أستاذ عبد الله؟ نعم أخوي. أستاذ بس المحاضرة راحت أستاذ، أكثرنا كنا داخلين المحاضرة كلها يطلع دقيقة دقيقتين داخلين. والله اليوم أنا أسعى مساء نزلكم الحضور مالكم. هسا أنا الحضور مالكم عندي 57 طالب يأشر جداً. أسعاني جدامي 10-57 طالب حضور. أستاذ البرنامج هذاك اليوم المحاضر كلها أنا داخلها يطلع دقيقتين داخل. والله ما أعرف. إذا أنا مو مشكلة اسمه يعني تقدر أصيح اسماكم أصيح اسماكم. تقدر أن نعتمد على الغياب. والله أستاذ يكون أفضل إذا يعني تكون على أسماء، لأن صراحة كليتنا إيش نفس الحال. المحاضرة حاضر بدأ إلى أخير ساعة ونص ساعة وبالأخير تطلع حاضر 5 دقائق 10 دقائق. يوسف مو؟ نعم استاذ.
يوسف أزيان ليش مثل جسمه مصطفى مولا مصطفى والمؤثر مالكم مصطفى يحضر له كامل أخضر أترياس مالته كله حاضر. السلام أنا شفت القائمة اللي نزلت الوحيد هو قصي اللي يمثل قصي اللي مؤشر أخضر قدامك يعني أنا حاضر المحاضرة من البداية الأخير ومن ده تصيح اسم ده كليتنا نجاوب ده شوف كليتنا موجودة بس ما أعرف أنه أكو خلل بالبرنامج أو البرنامج يستقبل بس النت القوي والله جوز ما أعرف لأن ضعف ضعف بالإنترنت أنا إنترنت عندي حالياً ضعيف فالاحتمال انه ضعف الانترنت يسبب هيك انا هسه المحاضره اليوم نفس الحاله حاضرها كليته فراح تبين اذا نفس الحاله يعني ما اعرف شنو الخلل ومو طالب وطالبه كل الطلاب صح صح هسه صح اسمعكم بس خلنا اعطيكم اقول لكم شنو اخوان تجربه اليوم انا ما اعطيكم ليش اخل انتم مو عندنا ثلاث طرق بدنا ثلاث طرق تمام مو عندنا بدنا ثلاث طرق اخذناهن هذه مساعدة لكم شلون الكويز يعني هذه الثلاث طرق اريكم شنو سو تجون الدايناميك ريسبونس مثل الطريقة الأولى والطريقة الثانية والطريقة الثالثة اللي هي طريقة على التايم ريسبونس للسيستم مالنا مو احنا وجدناه اناليتيكال تحليل مو آية محمد مو آية حسين وآية محمد مو تمام وجدناه تحليل رياضي يعني احنا حللنا احنا وجدنا شنو الدايناميك ريسبونس اللي هو سي اوف ان تي رسمناه ويا الانتي ايتكم تستخدمون الماتلاب يعني هذا التجربه شنو هي هذا يعني مو تجربه مثل هومورك لكم يعني التجربه هذه عباره عن هومورك امتداد للتجربه السابقه يعني هذا التجربه امتداد للتجربه اللي قبلها اللي وجدنا هم التايم ريسبونس وقارنا بين الكونتينوس وبين الديسكريت التجربه الخامسه مو تمام وجدنا الريسبونس مالنا بل اخذنا تاثير الايفكت اوف سامبل بيريود طلعتوه مو تمام واخذناه بحاله السيمينج وبحاله البرمجه السكريبت فايل كتبتوها اليوم هذا التجربه اخوان هي امتداد للتجربه الخامسه بس مثلونا على شكل شنو هوم ورك تدزونها راح اكتب لكم اياها هوم ورك عندكم ثلاث طرق ذني واش بس لا حد انقل ترى لنقل من واحد لكم هذه مساعده للتجارب البقيه اعطيك شنو كاسلوب مساعده خاف واحد درجته يعني مو زينه تجربه من التجارب بدلها بهذا التجربه ثلاث طرق عندكم اكتبوها بصيغه البرمجه يعني مثل السعاده اداني كل اسباس مالنا شنو هذا عند السي اوف زد علاقته شنو هي الار اوف زد الار اوف زد هو شنو ستيب عندكم هذا شنو السي اوف زد هذا ترانسفر فانكشن مالك معلوم لك من تبدي وتجدون شنو تسوون بطريقه اللونج ديفيجن وانت عرفت شلون طريقه اللونج ديفيجن بالماتلاب ديك شلون تسوونه والطريقه الثانيه الديفرنس ايكويشن شو عندكم هذا علاقه بالديفرنس ايكويشن اكتبها على شكل اللي هو هذا السي اوف ان تي هذا عندك السي اوف ان تي يعني تجي على هذا السي اوف ان تي اللي يساوي 1.21 يعني هذا اناليتيكال تحليل رياضي اكتب هذا الديفرنس ايكويشن واكتب هذا التحليل الرياضي مال ان تي اناليتيكال بعدين برمجيا نشوف السي اوف ان تي يعتمد على السي اوف ان تي ماينس تي والسي اوف ان تي ماينس اذا نسوي لوب من اثنين من جاي مثلا اللي هو اول جاي يساوي لنا اثنين لاحظ شنو السي اوف يعني السي اوف 2 راح تعتمد على السي اوف 1 وتعتمد على شنو السي اوف 0 تمام تمام لا سوي لك لوب واحسب شنو السي اوف ان تي من هذا المعادله تمام هذا بالنسبه شنو الديفرنس ايكويشن تبدي من هنا وسوي لك لوب مالتك يبدي من جاي شوف ليش نسميه ان نسميه سي اوف مثل ان تي الان ومن شنو يبدي من 2 وسوي لوب مالك يعني اذا تكتب ان 2 راح يعتمد شنو على السي على البريفيوس على البريسيدنج شنو يعني سيكونس او البريفيوس سيكونس لان اكو ديلي مقداره شنو سي اوف ان تي ماينس تي يعني سي اوف ان تي ماينس 2 تي والار انبوت مالها تعتمد شنو على الار اوف ان تي ماينس تي وسوي لوب وتحسب شنو هو السي اوف ان تي عند رقم شنو الديفرنس ايكويشن هذا اخوان والبرنامج الثالث باصل بارشل فراكشن بارشل فراكشن احنا اخذناها بالماتلاب شلون نعمل بارشل فراكشن هم تجون شنو سي اوف ان تي بعض شنو البارشل فراكشن وتجدون شنو من هذه هم سيكونس هذا عندك سيكونس اخوان تاخذون هذا المعادله اللي احنا اناليتيكال وجدناه يعني تبرمج هذا المعادله بالديفرنس ايكويشن وتجي سي اوف ان تي بالديفرنس ايكويشن تبرمجون هذا المعادله وتجدون شنو هو السيكونس مالنا اللي هو شنو الاوتبوت دايناميك ريسبونس وهذا اخوان تحلون الطريقه شنو اللونج ديفيجن اخوان هم بعض شنو اللابلاس عفوا الماتلاب طلع شنو تجدون هذا البور سيريز وهم اخذتوه انتم بالنظري وترسمون شنو ترسمون هذا سي اوف ان تي ويا شنو الان تي
الديناميك ريسبونس. واضحه طلاب؟ لكم نعتبر شنو هوم ورك لكم، مساعده وامتداد للتجربه اللي كانت شنو التجربه الخامسه. واضح اخوان؟ تمام. تسويها مساعده، ما تسويها اخوان ما انطق عليها درجه، يعني مو بالضروره تسويها. تمام استاذ ان شاء الله. يعني يريد يسويها انطي لهم مساعده، ما يسويها براحته. واضح طلاب؟ واضح استاذ. يعني مو بالضروره انك تدش تعرفها، يعني مو بس شنو تعرفون انه تجيك هيك صيغه اسئله من الساعه اعلمكم على اسئله شلون تجيكم. تمام استاذ ان شاء الله. ان شاء الله. منو عنده شيء بعد ما الطلاب؟ هسه انا هسه مأشر عندي بالقائمة 56 واحد وهنا عندي 56 واحد. يعني القائمة معناته مسجلة حضور. نعم. طلع خذ راحتكم، اللي ما عنده شيء خليه ياخذ راحته. استاذ؟ نعم اخوي. استاذ بس انا مود المصدر قلت انزله ما نزل. نعم استاذ. والله قلت تمام ان شاء الله سادور له والقاه. هو اكتب نفس المنطق 100 انا بالمحاضره الاولى عنوان نزله موجود بي دي اف مكون بالانترنت، بس اكتب صيغه مالته بي دي اف يطلع لك نفس المصدر. هسه شوف استاذ بس على الوقت نزله استاذ. والله اذا عندي هسه انزله، لان يمكن خازنه على غير حاسبه، بالحاسبه دورت له ما لقيت ذاك الاسبوع، والله ما ناسي. مشكور استاذ. ذاك الاسبوع دورت له ما لقيته، منزل يمكن على غير حاسبه. ممنون استاذ. هلا هلا. خذ راحتكم الطلاب اخوي، ما عنده شيء خذ راحته. العفو استاذ. نعم نعم مصطفى. استاذ المحاضره راحت، يمكن اكو خلل بالقائمه استاذ، لان يعني اني واغلب الطلاب كنا حاضرين المحاضره كلها. والله هذا اعتماد معتمد يعني اكثر المحاضرين بالعراق بصوره عامه، البرنامج اتندنس مال جوجل ميت هو يسجل، بس يجوز انا ما انا وياك يجوز اكو ضعف بالانترنت ما يسجل اسماء. اما مثلا انتم 56 طالب، كلكم 56 طالب جدا. نعم استاذ، هو يجوز لان بسبب ضعف الانترنت يجوز، بس يعني بس اكو يعني استاذ مصطفى. مو كلهم مصطفى، يعني انا كلامك اسانه الان انت بصراحه يعني مصطفى عصام مسجلك حاضر، ما وانت حاضر مأشرك 18 دقيقه. استاذ انا كنت حاضر المحاضره كامله، يعني انت سالتني ثلاث مرات. انا هم ادري بيك انت كنت حاضر كامل، يعني حتى مأشرك حاضر، وانا مع العلم كاتبك قدامك 18 دقيقه حاضر، بس عارف الانترنت ينقل يروح يجي وعارفك انت حاضر، يعني جوز يفصل وما تدري بيه انت، يعني ويرجع بنفس يعني. وانت تفتح جهازين، تفتح الحاسبه مو استاذ؟ بالجهازين كانوا موجودين يعني طول المحاضره، ولا واحد بيهم ما فصل. والله ما ادري، انت انا مأشرك قدامك تريس مالك 18 دقيقه كان كاتبه بالورقه. اي استاذ شفت هاي نزلتها على الكلاس، واستاذ يعني ما فصل عندي اي دقيقه وبالجهاز يعني. والله ما انا هم سالت بها المدرسين قالوا نفس الشيء، كنا نفس الحاله، يعني قالوا نفس هذا الطالب اللي يحضر يسجل حاضر، ما يحضر يسجل غير. قلت له ماكو شيء حاله، قالوا تصير بس ما هم ما حد عارف شنو السبب. اما كهذا معتمد من حد من قبل الوزاره. ليش احنا نزلنا هذا التندنس؟ لانه نبات يريدون حضور الكتروني، حضور الكتروني تنزلون قائمه. يعني اذا هسه اقول لهم حاضرين 56 يقول لك وين ال 56؟ يريد القائمه وتريس مالهم مال الحضور. فانا خزنها بهالشكل. ياخذ. يعني اذا انا ما انطيها اذا ما يطلبوني بيها. اذا ما يطالبون بيها ما انطيها. بس اذا طلبوني بيها انطيهم الحضور كامل. هالشكل مصطفى. استاذ نزلها مال هاليوم. دنقارن نشوف. احنا اغلبنا حاضرين اليوم. ان شاء الله تتدللون. خذ راحتكم اخوان، خذ راحتكم طلاب. استاذ؟ نعم من هذه؟ انا إلاف. نعم إلاف. استاذ الظاهر يساعدنا ضعف بالانترنت، لهذا ما عايز اسجل، لان كل شيء من صيحه اسمي انا اصلا ما سمعتوك، يعني
ما مقطوع الصوت عندي نهائيا مع العلم أن فاتحة باللابتوب ولا عاد أسده أصلا للبث، يعني الرشيزة مفتوح ما أصل ما أطلع أصلا. تمام تمام صح. يعني أستاذ هذيك المحاضرة حسبتني حاضرة ولا غايبة؟ كلكم راح أحسبكم حتى المعشر دقيقة بعد راح أحضر أسجل الحاضر. أي والله أبد ما أطلع يعني كل يعني ما بس محاضرتك كل المحاضرات. أنا أنزلكم المحاضرات يا توكلوا على الله. أوكي أستاذ تسلم.